النهارده فرقه لا يصدقها عقل. تمشي كره طويله خطيره جدا، التسديده عالي وهدف، عالي وهدف، الجزائر تفتح باب التسجيل، تفتح باب التسجيل في الدقيقه 40. من ما عنديش حاجه اقولها. انصر يحيى لما تريد تريد، في تحبك تحب. اكيد ما فيش اي لوم خالص على منتخب مصر. الناس مش لاقيه بعض، مش عارفين ننقل الكوره مع بعض، مش عارفين نودي كوره. يحيى والقايم والجول، يحيى والقايم والجول، يحيى. يعني المفروض ان مصر دي حاجه كبيره قوي، مش مجرد منتخب مصر، دي مصر كلها. راجل الفريق محتاج دفاع كما هو محظوظ لانه جاء الى المنتخب وتأهل للمونديال. سنشاهد صورة الرائع والمميز ايضا فوز شوشي الذي كان كبيرا بعد ذلك. بعد ذلك كان نطرد السفير الجزائري من مصر، هو ده، نرجع السفير بتاعنا، هو ده. ده الناس دي انفردت بالجون مليون مرة، يعني كان ممكن يخلص الماتش في مليون مرة. يحيى جمال، التخطيط كان ممتازا، البراعة كانت موجودة. أرجوكم وإلا نناشد جمهور نيتري الجزائريين موجودين في مصر، نخرج على الجزائريين موجودين في مصر، عندنا جزائريين في مصر نروح لهم نموتهم طالما أولادنا بيتقتلوا في السودان. جود لك يا حبيبي. فوزي شوشي كان بارعا، فايدا كذلك زينب كان نعم ايضا في هذه الليله الكبيره من المريخ من السودان، وعزمناه في نوفمبر العظيم والكبير. نعم اكيد ما فيش اي لوم خالص على منتخب مصر. دفاع باك واحد يا راجل، الفريق محتاج دفاع. gewünscht tatsächlich die Partie auch nach der Pause durchaus fair ohne große Fouls. Algerien nur noch auf Konter programmiert. Gesal und El Hadari. الحمد لله كلنا بنقول الحمد لله احنا ما كسبناش. انصر يحيى لما تريد تريد، في تحبك تحب. هنيئا لنا جميعا، هنيئا لكم. ده يوم الهنا يوم المنى. يا لهو يحيى يحيى، ده ايه ده 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 ده؟ يا لهو يحيى يحيى، ده ايه ده 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 ده؟
البارع جدا، البارع جدا. وساعتين سيرفع ايضا على الاكتاف لما يصلون الى الجزائر، لما يعود مصري. الارض المحايدة هي يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ لا نفع في حب ولا في جواز ولا في شغل ولا في دنيا، يعني نقط واخلص اموت كافر ورب، استغفر الله العظيم. انا ما فيش اكبر، هو كده حلو قوي. ده الناس دي انفردت بالجون مليون مرة، يعني كان ممكن يخلص الماتش في مليون مرة. والله يا عم عشنا وشفنا. يا سلام بقى، يا سلام بقى، يا عيني حالة على مش عارفين تجيبوا دفاع باك واحد. يا راجل الفريق محتاج دفاع. ما ينفعش يا جماعه. يا احمد شوفوا ولادنا في السودان، الحقوهم. يا احمد صلي على النبي. يا احمد سمعك. انا محمد فؤاد يا عمرو. انا محمد. ازيك؟ احكي لنا الاول ايه في ايه عندك؟ احكي مين؟ احنا بنموت. احكي ايه ولا ايه؟ طب إيه انت اللي تحكي. انتوا في اي مكان؟ طيب نبعت لكم حد. انتوا طب تتحكي. والنبي يا ست الجراح، والنبي روحيني هيموتني. والنبي ابوس ايدك. والنبي هيموتني. والنبي انا ذنبي ايه؟ انا مالي؟ والنبي معاك. بالظبط فين؟ يا ظابط. ايوه يا ظابط. ايوه ضربوني يا اخويا، ضربوني ونشلوا الفانيلا والبتاع. ما بتشوفني بتاع عشان ده كاسكور. الى ربنا يخليك انت واللي زيك. Beide Mannschaften also hochnervös nach 20 Minuten, ein wenig Spielkultur dargebracht von Algerien. Von Belhabsch und El Hadari, Ägyptens. لو هم فين ما هشجعهم. بيقولوا علينا ان احنا يهود. وانت حلو هتبقى حلالي. Ein perfekter Schuss, Schönheit ohne Schnörkel. كل هؤلاء الابطال، المشهد هو هكذا هنا في الخرطوم، مشهد ستائي جمال. شكرا لكم سيداتي ونسي وسادتي من الخرطوم، احييكم وأبارك لكم على هذا التأهل التاريخي للمنتخب الوطني الجزائري على حساب المنتخب المصري. الأرض المحايدة هي حياتي يا أختي، حياتي يا أختي.